عشان اشوفكم. يا عم الجزء الثاني هو عن عوامل نضوج المنظمات الانسانيه. تفضل الدكتور. شكرا جزاكم الله خير. انا زي عبد الحليم حافظ ما كان مره بيقول ايه، انا قاعد بغني عليهم من 40 سنه والنهارده راح امسكوا اقعد اغني بقى واقول يا ليل يا ليل يا عين يا عين وانتوا قاعدين، مش كده برضك؟ اكيد. انا كان المحاضره دي كان هي الاصل نعملها، لكن قلنا نبدا بالتحديات. انا في حاجتين عايز اتكلم عليهم قبل ما نخش في عمل النضوج. في حاجه اسمها نمو تلقائي، وانا ارفض رفض تام ان جمعياتنا تم النمو التلقائي. وفي حاجه اسمها نضوج معياري. نضوج معياري بالانجليزي يعني معناها parameters based developmental maturity. اكتبيها كده عندك، عند الكلام ده لسه مطلعه من مخي بقالي اسبوع او اسبوعين. parameter based، parameter based يعني مبنيه على معايير. developmental maturity عامل نضوج. النضوج التلقائي اللي هو بيحصل طبيعي، انا اتولدت النهارده، والدتي خرجتني وسابتني، اكيد في يوم من الايام هيبقى عندي 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه 60 سنه، حنمو مش حنمو، هكبر لكن مش حنمو، مش هتعلم، مش كذا مش كذا مش كذا مش كذا، لان ايه؟ محدش اهتم بيا. انا عندي ارض زراعيه، الارض الزراعيه دي خصبه بكتفي منها ايه؟ الماء تنزل عليها واخد المحصول وخلاص. ده اسمه نمو تلقائي. ها؟ اما النضوج المعياري اللي هو بينبني على معايير انا بطبقها عشان انمي الطفل واكبر الطفل واعلم الطفل واهل الطفل عشان بعد كده يكون استاذ في الجامعه او يكون وزير او يكون كذا او يكون كذا او يكون كذا. فبصرف عليه وبستثمر فيه. فده الفرق ما بين اللي هو النمو التلقائي. انت تقول جمعيتي والله السنه اللي فاتت جمعنا مثلا 50,000 دينار، يا الحمد لله. السنه دي جمعنا 70، بسم الله ما شاء الله، ما بعملش حاجه، الناس بتيجي تدفع الفلوس تمشي. ما ينفعش، ما ينفعش جمعياتنا تنمو كده تلقائيا او ذاتيا، اللي بنسميها بالانجليزي باسيف. باسيف ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش يا شباب؟ لان المجتمع بتاعنا، اي مجتمع، اي مجتمع في العالم بيتغير بالثانية وبالدقيقة وباللحظة وبالساعة وباليوم وبالشهر وبالسنة، رأسيا افقيا دياجونال اللي هو قطعيا ومحوريا. يعني مثلا لما كنا نتكلم زمان ايام سيدنا عمر كان الخليفة، كان بيعدي في شوارع ايه المدينة، فيها كم بيت؟ 200 بيت 300 بيت 400 بيت ممكن يمشيهم. دلوقتي يقول لي اي حي من احياء عمان فيهم كم الف واحد ساكن؟ اي حي قولوا كده، اي حي قولوا حي كده في عمان تقريبا في كم الف؟ شفت؟ يعني حاليا دلوقتي حتى الحي الواحد مش الدوله اللي كانت في المدينه، ها؟ ما يعني انتش عارف مين اللي ماشي فيها زي ما استاذنا قال، حتى العماره اللي انت فيها. فبالتالي التغير المجتمعي اللي عندنا ما ينفعش نتعامل معه بجمعيات تنمو بطريقه تلقائيه. خلاص كويس كده كفايه، تعيش نفسك. غلط غلط غلط. ليه؟ لان المجتمع فيه شباب وفي اطفال وفي نساء وفي عائلات يعني للاسف يعني كذا يعني مطلقات وكذا 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 الى اخره، وفي ثقافات مختلفه وفي فكر مختلف وفي رؤى مختلفه وفي اراء مختلفه. كل الحاجات دي ما ينفعش نتعامل معها تلقائيا، لابد نتعامل معها معياريا. فالنضوج معياري، اما النمو التلقائي ده فانا يعني اسف ارفض تماما ان الجمعيه تنمو تلقائيا. واحنا فرحانين ان من 10 سنين كان داخلنا
50,000 دينار الوقت بقى داخلين نص مليون دولار، كان ممكن يكون دخلك 10 مليار دينار بس انت ما بذلتش المجهود. ابنك اللي انت سايبه في الشارع ده ما علمتوش، لو علمته كان دلوقتي يكون ايه في الجامعه وهكذا. فده بس بالنسبه لايه للمدخل بتاعه الورقه دي ان شاء الله. ايه بقى اللي هي العوامل او المعايير بتاع النضوج؟ ارجع ثاني لنفس النقطه، الشفافيه هي عامل مشترك اعظم في اي عمل سياسي اقتصادي تعليمي تربوي اجتماع اي حاجه. بدون شفافيه زي الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالشفافيه، حتى علمنا ازاي تكون علاقتنا مع نسائنا لما نتجوز او لما نخش الحمام ازاي الى اخره، حاجات الخاصه جدا جدا. احد المستشرقين كان يقول لك حتى الرسول بتاعكم علمكم كيف تنظفون انفسكم حينما يعني تدخلون البيت الخلاء. المعايير والحوكمه الرشيده، هل احنا عندنا كل الاقسام دي علشان نحس ان احنا ناضجين؟ انا همشي بسرعه بس عشان الوقت. المناصره والضغط، انا عايز اغير قانون مش هغير لوحدي، عايز اعمل ضغط لازم اتحالف مع الجامعات اللي حواليا، اعمل شراكات معاهم الى اخره. يعني ايه مناصره؟ المناصره دي موجوده في القران، ولا يحض على طعام المسكين. يعني انت بتشيع حاجه اليتيم وحاجه المسكين وحاجه الارمله. المناصره هي اشاعه الحاجه اللي هي كلمه حض اللي ذكرت في القران في سوره الفجر وسوره المعون وسوره الممتحنه. فاللي يجي اطر علينا ويقول لنا تعالى اعمل مناصره، تقول تعالى شوفها موجوده في القران من 1400 سنه او اكثر من 1400 سنه. هل احنا عندنا نؤمن بالمناصره عشان نحس اننا ناضجين؟ ها نؤمن بعمل الضغط ده زي ما كان الدكتور بيتكلم على الدخول في الايه في المحافل الدوليه، البحوث الدراسات اللي اتكلمنا عنها، التاريخ مين بيكتب تاريخنا؟ والله انا تعبان جدا. بمعنى ايه انا تعبان جدا؟ لو احنا ما كتبناش تاريخنا غيرنا هيكتب التاريخ اللي على مزاجه، واولادنا واحفادنا هيتعلموا تاريخ غلط، وده اللي حاصل، ده اللي حاصل للاسف. ها ما انا بقول لك على الاقل انت شوف في يعني احنا اتكلمنا في المحاضره الاولانيه عن الارشفه. الارشفه هي جزء من كتابه التاريخ. فلو انت عندك ماده خام زي ما اتكلم عليها وضح خام قبل كده، ماده خام صعب انك يغيروك فيها وانت صاحب المؤسسه. يعني قسم الارشيف اللي كان موجود في الحكومات زمان وكذا وكذا وكان ليه حيثيات تاخد منه الارقام، لك لا الارقام ما تكذبش. الارشيف العثماني اهم شيء. يعني بغض النظر عن اسم الدوله، الارشيف يكون في المؤسسه يتحول يكون جزء اساسي من كتابه التاريخ. هل احنا عندنا وقت نفكر فيه؟ يعني انا المدير التنفيذي لجمعيه رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لابد يكون عندي وقت. يعني انا كاتب ورقه ان المفروض الوقت اللي بنديه للقيادات العليا لغايه ما نوصل ايه للمنظف والحارس كذا من 60% ل 10%. دكتور الحديد يكون عنده 60% يفكر فيها ويسافر ويروح عشان يجيب الافكار، يجيب المبادرات، يعمل يعني التحالفات. وال 43% قاعد في المؤسسه بيوجه الناس مش بيدير التنفيذيه للمؤسسه. وتنزل بقى من المدير التنفيذي ومن الرئيس لغايه ما نوصل للعامل والمنظف، اللي حتى المنظف لابد نديله فتره 10% او 20% عشان يفكر ويطلع لي ورقه في او فكره او مبادره الى اخره. تفكير مهم جدا داخل المؤسسه ان احنا نغير الوصف الوظيفي بتاع الناس. التحالفات والشراكات، كم جمعيه محليه مننا تؤمن انها تعمل شراكه مع جمعيه ثانيه في نفس المحليه او نفس الجهه او نفس المدينه او نفس القريه؟ ولا كل واحد فينا بيجري عشان ياخد الفلوس من المتبرع قبل الثاني؟ التخطيط، ساعات الرئيس يصحى من النوم، والله كان بيحصل لنا كده مع بعض الجمعيات المانحه، والله انا عايزكم تعملوا لي كذا، انا معايا في جيبي 100,000 دولار. يلا طب يا سيدي احنا مش عايزين، يعني مثلا لو انتوا اطلعتوا على معاناه المؤسسات السوريه اللي من 2016 بتقول احنا مش عايزين نوزع سله غذائيه. من 2016 يعني من 7 سنين. ويجي المانح يفرض عليهم سله غذائيه، سواء كان المانح ده غربي زي حضرتك عشان انت غربيه،
مش انت من الغربيه؟ الله لا ما عند السيد بدوي مش كده؟ ولا من نفير؟ لا شفت خافت ازاي؟ خلي بالك ده الرئيس عندنا من نفير. لا لا اصل المنوفيه دول المنوفيه دول بيقول لك احنا اقل واحد فينا رئيس جمهوريه. طب المنوفيه بالذات يعني. انا طبعا والدتي من المنوفيه. الله يرحمه وبس ابويا من الاهليه. راجل طيب يا عيني. فما ننظر لمثل هذه الاشياء دين بالكم اللي هو التخطيط زي ما نخطط. يصحى رئيس النوم من النوم الصبحيه يقول لك انا عندي فكره لفزالي. انا واجهت الموضوع ده لما بقيت رئيس المؤسسه. من 2003 كنت اسافر كتير جدا 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 لكن الجهاز الاداري اصبح كبير ما استطعش يستوعب سرعتي في التفكير فارجع ب 100 مبادره يقول لك راح فين تعال اقعد 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 انت ممشي جهاز في المكتب الرئيسي في 200 موظف وفي المكتب الميداني في 3000 موظف مش كل يوم تجي لنا فكره تمشي 3000 موظف دول على مزاجك اهدى اقول لهم بس خدوا فكره واحده او فكرتين في السنه حتى واخد بالك فما ينفعش الرئيس كده يصحى من النوم او المدير التنفيذي يصحى من النوم زي بعض الدول بعض المؤسسات يقول لك اعمل لي كذا. هل احنا عارفين يعني صناعه ثقافه يعني ايه؟ صناعه فلسفه يعني ايه؟ صناعه فكر يعني ايه؟ يا اخوانا كل منحه بناخدها من اي مانح مرتبطه بالثقافه والفلسفه الفكريه والعقيده والدين بتاع المانح. عايزها نفذ سواء كان المنح ده مسلم او غير مسلم ها انا بقول انا كمسلم بقول لك لا انا عايز واحده محجبه بس صح ولا غلط فنجيب له بعض الاخوات المحجبات ونقول لاخوات مش محجبات اركنوا على جنب انتوا شويه وهكذا فكل مانح بيكون عنده ثقافه والثقافه دي نابعه لما كان نقاش ده مع مع معاكم في الـ في الـ في الـ في اللجنه الدوليه للسر الاحمر بس اسمه انجلو الله يرحمه مات هو كان رئيس زمان كنت لما اقعد معاه اقول له انتوا مش اسمكم مش صليب انتوا اسمكم زائد لان الصليب ايده طويله الزائد اللي هو ها؟ ايه؟ متساوي الزائد متساوي فكان يضحكوا قال لهم انتوا مسمين نفسكم صليب ليه؟ انتوا اصلا مؤسسه مش دينيه وكم ده فين؟ ده كان ده في جنيفا غيروا اسمكم تقول ده انترناشونال كوميتي اوف ريد بلس يعني مؤسسه الزائد الاحمر الدوليه مش كده برضك؟ او اللجنه الدوليه للزائد الايه الاحمر واخد بالك؟ فهنا الفكر بيطلع الفكر بقى ازاي؟ ان في اداره للابحاث بتفكر عشان تكتب في اداره للايه؟ المنصه بتفكر على تكتب في شراكات بينهم وبين بعضهم في تحالفات بتحصل ودي عوامل ايه؟ النضوج. انا اتكلمت عن التطوع وكلمت عن العطاق اللي هو العلاقات الدوليه والفرق بين العلاقات الدوليه والعلاقات العامه. التتابع القاري في المؤسسه اللي هو بنسميه سكسيشن بلاننج. يعني انا في الوصف الوظيفي بتاعي يا دكتور حديد كل مدير تنفيذي عندي ماسك اداره يكون معاه 5 ل10 شباب في الفتره بتاعته علشان يربيهم عشان ياخدوا واحد منهم ياخد مكانه او لو ما خدش مكانه ياخد مكانه في مكان ثاني. وانا موجود في المؤسسه. يعني كنت لسه بتكلم مع اخونا ذو القرنين في العربيه قلت له في 93 انا كان عندي كام سنه؟ حاجه و يعني 40 سنه 42 سنه حاجه زي كده. الخمسه اللي بنوا الاغاثه الاسلاميه صالح سعيد فادي عتاني من نصر الدين حاج حامد مصطفى عثمان هارون عطله وخالد روي سته. خمسة منهم كانوا تحت 30 سنة. يعني كانوا حسنة. كانوا تحت 30 سنة، أنا كان عندي 42 سنة. 20 سنة. ها؟ 20 سنة ربنا يكرمك. هؤلاء بقى الخمسة دول صالح سعيد دلوقتي اللي هو رئيس اللجنة الدولية للطوارئ في بريطانيا اسمها دي إي سي. ناصر الدين حاج حامد اصبح المدير التنفيذي بتاع الاغاثه ودلوقتي كونسلتنت بسم الله ما شاء الله يعني يدرس في الجامعات مصطفى عثمان اصبح كونسلتنسي بعد كده هو هارون عطاء الله بيشتغل في المؤسسات الشفافيه الدوليه والرقابه والفساد في ايطاليا وهكذا بس هم بداوا في المطبخ امتى؟ بداوا من هم عندهم 27 28 29 انا مشيت في 2008 هم استمروا
بين جزء منهم خرج، وفي ناس فيهم راح الأمم المتحدة، سواء كان في يونوتشا في جنيفا أو يونوتشا في نيويورك أو يونوتشا في الخليج. طبعا خالد، تعرف خالد خليفة اللي هو مسؤول يونوتشا UNHCR في الخليج، ده من ابن من أبناء الغاثة الإسلامية. التسابع القيادي، الاهتمام بالشباب، ده حلم. أنا لغاية دلوقتي يا دكتور حديد كلم ربنا كده في دعائك، قل له ما تموتش هاني البنا إلا لما يبني قيادات الشباب. أنت راجل واصل، ها، وراجل بخطوة فوق، ها، راجل اتفضل. ماشي دكتور، ابتداء يعني أنا أعتذر إني قطعتك لا المحاضرة، بس يعني ما انتظرت الوقت اللي أنت تستقبل فيه الأسئلة. طيب. بس أنت عندي جزئية دكتور للأمانة يعني حابب أسمع يعني ردك عليها. طب تفضل. طب تفضل. قد يكون دكتور أو جاب عن نفسي رصايد الناس من وزارة التنمية الاجتماعية. إيه؟ رصايد الناس من وزارة التنمية. بسم الله ما شاء الله. مرات دكتور قد يكون تحفظنا على بعض المنظمات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان هي امتثالا للقوانين الدولية وعدم مراعاة الحقوق الموضوعية في كل بلد، بمعنى إنه مرات يكون تدخل هذا ممكن يصلح في أوروبا بس ما يصلح عندي في الدول العربية، لأن هاي المجتمعات مش مصلحة. صح. القانون بينسحب على الجميع في ظروف موضوعية في خصوصية في المجتمع. نعم. الشيء هون دكتور إن التدخلات يعني في المنظومة الأسرية تحديدا حماية الأسرة. نعم. الأسرة يعني عندنا في المجتمعات العربية تفضل بس 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 اديله ده، اديله الميكروفون، اديله الميكروفون. أتي الميكروفون. يعني دكتور تدخل بعض المنظمات قد يؤدي لهلاك الأسرة. صح. فلا الرجل ولا المرأة العربية يرضى دائما بأن يكون هناك شكاوي، وممكن هذا يبرر يا إخوان أنه عندنا نسبة طلاق عالية بالأردن. نقطة أخيرة دكتور، أنا كنت مدير سجن إحدى السجون الأحداث، وأنا تخصصي إدارة سجون. طبعا هاي البيئات تتدخل فيها حماية المنظمات حقوق الإنسان، فمرات التدخل هذا هو اللي بيساعد بالعودة للجريمة، لأنه الحدث أو النزيل أنا بنظر إله أو هاي المنظمات تنظر إله أنه ضحية، ومش بالضرورة يكون ضحية. هاي الإشكالية اللي بتصير أحيانا، الخدمات التي تقدم إله بتكون أفضل من الخدمات اللي هو عايشها في مجتمعه، وبالتالي موضوع الردع ما كان موجود، وهذا بيساعد. أنا بعرف إحدى النزلاء كان بعد يعني ما دخل عندي على السجن وشاف الخدمات قال أنا بس أطلع بدي أرتكم يعني جرم أو جنحة عشان أعاود هون. جزاكم الله خير. السؤال الأخير دكتور، طيب. هل تغاضينا أحيانا عن بعض القيم سببه الحصول على تمويلات؟ أنا ما بحكي عن المجتمع الأردني. أكيد. وأشكرك. لما فكرت لك أكيد. أشكرك يا دكتور. رجاء أي مداخلات، يعني أنا ما كنت عارف إنه مداخلتك طويلة. المداخلات والأسئلة بالنهاية، خلي بلاش نقطع سلسلة أفكار الدكتور، خليه يستمر. خلاص. جزاكم الله خير. عندكم الحق، احكموا مثل ما بدكم. إن شاء الله. ربنا يكرمك. ولا يهمك ولا يهمك. أنت بالعكس أنت بلسم على روحي، بس الدكتور منظم ومؤثر وموجه، فلابد نستعمل العصايه بتاعته والجزره بتاعتي. انا الجزره وهو العصايه. فطبعا الحته بتاعت نزع القيم دي اكيد انا يعني بس مش عايز اقول حاجه معينه، بنضطر اننا نعمل برامجنا ونوجهها علشان ناخد جزء من الدعم علشان يوفي الشروط اللي حاططها المانع، ودي موجوده. أما بالنسبة لمعاناتك أنت مع الجمعيات، الغرب أو مش الغرب يعني أصحاب القرار في المجتمعات الدولية عندهم سياسة. أنت مش أنت يعني الأعضاء الدول اللي قاعدة في المؤتمرات دي ما بيدلوش بدلوهم، فبتطلع سياسة مش على مزاجك وعلى ثقافتك. لكن في دولة معاهدة الدولة بتاعتنا مثلا، الدولة دي ولا الدولة دي ولا دي، طب ما أنت قاعد ليه ما عرفتش السياسه دي وهي بتطبخ؟ ليه ما وقفتش قدامها؟ ليه ما قدمتش ورقه عمل؟ فلما بيجي لك انت بيجي لك شيء سبب الناس كلها وقفت عليه. وللاسف يعني احنا كنا في مؤتمر الهابيتات، التحضير بتاع الهابيتات اللي هو الاسكان.
فعلشان نحط ثقافة عربية بس كلمة ثقافة بس كلمة ثقافة معركة دموية عشان بس كلمة مش دين بقى ولا قيم ولا أخلاق كلمة ثقافة. وبعدين اللي كان الجمعيات اللي قاعدة بتقول عايز نحط كلمة ثقافة عربية مش الدول اللي موجود. وانت عندك يمكن 40 ولا 50 دولة من المسلمين ما يعني بيتصاحبا ياخدوا البدلات بتاعتهم ويروحوا هناك نيويورك الى اخره. يعني احد النساء كانت معانا بتقول والله انا عايز اروح الاوبرا. تعرف بقى ساعات لما نتكلم احنا بالانجليزي احسن بالانجليزي واحنا بنتكلم انجليزي ولا نيله والاوبرا الاوبرا دي ما بنقولش احنا اوبرا احنا عندنا مش كده برضك مين بيقول اوبرا احنا عندكم مغربيه مغربيه اهو بالك. فانت كلم المندوب بتاع الدوله اللي بيحضر المؤتمرات دي اللي بيسكت لما المؤتمرات دي تطلع ليها صيغه تبقى قانون بعد كده. فانت بتعاني بعد كده انت بتعاني كحكومه محليه. ليه؟ لان انت بتحاول تحافظ على القيم والاخلاق والعادات والتقاليد لكن بيجي لك قانون نفذ مرت عليه 150 دوله 140 دوله 130 دوله والدول في ما بتحضرش. والله يا اخوانا في مندوبين ما بيحضروش النقاط بيروح يتفسحوا في نيويورك وفي جنيف بس عشان ما نزعلش حد. هنزعل حد؟ مش هنزعل حد. قياده. طيب الشباب والنساء في قياده المؤسسات. يعني انا الحمد لله عاوز مش انا يعني احنا الحمد لله في الجمعيه الصغيره بتاعتنا. تعرف الجمعيه الصغيره بتاعتنا فيها كم موظف؟ قول لي فيها كم موظف؟ ها؟ ها؟ لا مش الاسلام كليف جمعيتنا احنا اللي المنتدى ده 50 50 حد تاني يقول مين يزود مين ينقص؟ ما زاد بقى كم؟ اي حاجه ها؟ بسم الله ما شاء الله عليك انت يعني واثقه فينا قوي. اتنين ونص اتنين ونص تلات انصاص يعني نصف دوام. وانا كرئيس يعني مش موظف لكن فوق يعني ايه اعتبر دوام كله مش كده؟ بس مش موظف. يبقى انا واحد وهم واحد ونص يبقى اتنين ونص. شوف الكلام الكبير اللي اتكلم فيه الدكتور محمد الحديد ده تفتكر عندنا 200 موظف و50 موظف و60 موظف هم اتنين ونص. فاطمه اللي بالقعده يعني مجنناك دي بارت تايم تشتغل السبت تشتغل الحد تشتغل الجمعه تشتغل الخميس بسم الله ما شاء الله بتحب العمل. انا طبعا قاعد قارف الدكتور محمد الحديد مش كده برضه؟ يجي له رسائل مني الى اخره الى اخره. فاخدت بالك لا 50 يا مولانا ولا 200 احنا بندور على الايه؟ على اي دعم بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع مره ثانيه للي هو اشراك. ففرحت من كام يوم عندنا واحده في الاخوات في عضو مجلس الامناء هي مسؤوله يعني هي رئيس الاكفا دلوقتي. رئيس الاكفا من الاغاثه الاسلاميه والثانيه محاميه لسه يعني سابتنا بسم الله ما انت عارف النساء يعني بسم الله ما شاء الله ان كيدهن جميل. خايف يعني في الاخر لقيتها بتكلمني بعد ست سبعة اشهر من المباحثات بيني وبينها فقالت لي انت لسه فاكرني؟ انا حاجه ايه معاك عضو مجلس ايه امناء. ففرحت قوي ان اصبح عندنا اثنين من خمسه يعني ايه نساء يعني حوالي 40%. ليه؟ لان هابي وشاهين ليهم اضافه انا ما اقدرش احطها غير صلاح سعيد وغير ادم وغير كذا وغير كذا وغير كذا الى اخره. فلما نتكلم عن الشباب والنساء ده اصبح فرض عين مش اصبح بس حاجه ديكور يعني بنتكلم عنه. ده من علامه من علامات النضوج. اتكلمنا عن الهويه والشخصيه قبل كده. هو هل انت هويتنا انسانيه ولا هويتنا حزبيه ولا هويتنا سياسيه ولا هويتنا دينيه؟ ايه الهويه بتاعتنا؟ انا اللي بعملها. المجتمع ما بيملكش هويتك. شكلك ورسالتك وتصريحاتك وافلامك الى اخره بتعمل هويتك. وده من النضوج. هل انت بتتكلم يعني مثلا ليه انت الحكومه الروسيه سايباك تشتغل في مشكله الشيشان لمده 30 سنه؟ او في الهند او في كذا او في كذا او في كذا او في كذا او في كذا. تبالكوا؟ هل المؤسسة ليها فكر مجتمعي بتحطه هي؟ لابد المؤسسة يكون لها فكر.
حتى ان شاء الله يكون موظف واحد يقول لك والله احنا عايزين نعمل كذا كذا وانا هجيب لك الناس اللي يساعدوك. في كتير جدا من المؤسسات الكبرى بتساعد في صياغه هذا الفكر بدون ايه بدون اموال. استشراف المستقبل، مين اللي هيستشرف المستقبل بتاعنا؟ انا زي ما قلت قبل كده هو او زي ما قلنا احنا قبل كده ان مؤسسه المجتمع المدني، انتوا عارفين في حد فيكم مهندس مباني؟ مهندس مباني مفيش. الخرسانه لما بنصبها، عارف الخرسانه الحديد المسلح ها والاسمنت والزلط الى اخره صح، بنربط سياخ الحديد بايه؟ بالسلك. السلك ده هو اهم مكون في بناء العماره. العماره ممكن تطلع برج تكلف 100 مليون دولار 200 مليون دولار، بدون السلك مش هيقف العماره، والسلك ما يكلفش 10,000 دولار. انت السلك وانا السلك ونحن السلك، شفت بقى؟ فاللي ما يخليش عنده سلك يستطيع انه يقوي مفاصل المجتمع من اسفل بتكون مجتمعه ايه؟ وده اللي انت المفروض انت في وزاره الشؤون الاجتماعيه تقوي تفعيل هذه السلوك. المجتمعات المحليه يعني كنا بنتناقش احنا من كام يوم مش عارف معاك انت ذو القرنين عشان بوتوم اب بوليسي استراتيجي من تحت لفوق ها؟ ها؟ بتكلم بالعربي بقى. لو عاملين استراتيجيه ومستثنين المجتمعات المحليه واصحاب الحقوق، انا ما بسميهمش مستفيدين دلوقتي، انا ما بسميش الناس اللي هم اللاجئين والنازحين والفقراء دول مستفيدين، الاهانه ليهم اصحاب الحقوق. لابد يكون استشاره اصحاب الحقوق، ولابد يكون استشاره المؤسسات الجمعيات المحليه، ثم المكتب الرئيسي، ثم الاضراب بتاعتنا. يبقى 50-50، 50% استشاره من اللي هم اصحاب الحقوق لان هم اللي عايشين في النار. انت دلوقتي لما نروح سوريا مثلا في ادلب او حاجه زي كده عندهم التلوج وعندهم زلزال حاجه، وانا قاعد في المكتب في لندن ولا في باريس ولا في روما اعمل برنامج من غير ما استشيرهم والجمعيات المحليه لك ما استشيرهاش؟ فلازم، فدول 50 ودول 50. فاي استراتيجيه تتعمل من فوق لتحت هي فاشله، محدش هينفذها. ده من علامات النضوج اللي بنتكلم عنها. الحي والقريه والمدينه الى اخره. انا قلت قبل كده الكلام عن الحكومات، يعني من انا بقول الكلام ده لان حدث يعني الله يرحمه سعاده معالي الوزير او عمر سليمان اللي هو كان رئيس المخابرات المصريه، اكيد انتوا عرفت الاسم ده قبل كده. انا زرته كذا مره في المكتب وعملنا معاه اتفاق، احنا مؤسسه ها انسانيه. قال لي اهلا بيكم، طالما انتوا بتتكلم زي ما بتتكلم حضرتك كده بالظبط وجهه نظرك اللي انت قلتها دي. وقعدنا نشتغل. تعرفوا كنا بنخش غزه ازاي؟ بالتليفون، لان الثقه اللي احنا بنيناها مع المكاتب بتاعتهم كانت قويه جدا. كنا مره واقفين في 2008 2010 مش فاكر، يعني نخش كنا 10، فكتبت انا مدير المكتب بتاعه كان لواء في الجيش، قلت له الموضوع كذا كذا كذا، قال طب استنى بس معايا الوزير عنده اجتماع. بعدها بساعه اتكلم ده عمر سليمان اللي انت عارفاه برضك من المنفقيه، ده صعيدي واخد بالك. فالضابط بتاع الامن اللي على الحدود عند رفح ولا رفح صح، فبيقول له يا معالي يا سعاده اللواء، مش لعمر سليمان لمدير مكتبه، دول 10. قال له دخلهم ليه؟ لان في ثقه. ثقه مع مين؟ ده لو انتوا شفتوا الفيلم اللي اتعملت الجزيره، كلير شوتلا كان بتتكلم في الفيلم ده الوثائقيه، الجزيره الوثائقيه، قالت كلمه مهمه جدا، قالت انا كنت عايز اشتغل مع المؤسسه بتاعتكم، بس في ناس بقى بيتكلموا دول مسلمين بقى ودول كذا ودول كذا، زي ما احنا عارفين الاشاعات بتاعت الاسلاموفوبيا دي. فانا رحت للمخابرات البريطانيه الموجوده في الفيلم، وهي ده اقتراحها ده كلامها، وسالت المخابرات البريطانيه دي قلت لهم انا عايز اشتغل مع المؤسسه دي، هاتوا لي عنها تفصيل كامل. بعد اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر رجعوا قال لهم المؤسسه اوكي اشتغلي معاها. في قضيه افغانستان في 2001
كان الميزانية الحكومة ب 2.4 مليون جنيه للعمل الإنساني. المؤسسة اللي هي الرئاسة الإسلامية خدت 25% من ال 4 مليون، هو مليون جنيه. وتسع مؤسسات بريطانية غير مسلمة خدوا 3 مليون. لأن جالها الضوء الأخضر منين؟ من الحكومة. مش من أي مكتب من مكاتب الحكومة. طبعًا أنت عارف المكاتب الأمنية والمكاتب الاستخباراتية دي هي اللي بتديك الإشارة الخضراء أو الإشارة الحمراء أو الإشارة السوداء. أخبرتك. فبالتالي ليه أنا ما كنتش علاقتي كويسة مع الحكومة؟ هم مش أعدائي، هم شايفين صورة مختلفة عن اللي أنا شايفها، بل عندهم ضغوطات. يعني بعض المسؤولين في الحكومة يقول لك أرجوكم ارحمونا من أخطائكم. يعني في ناس، يعني مثلا في القضية السورية وفي القضية الشيشانية، أي قضية فيها اللي هو المواجهات المسلحة، عدد المؤسسات الاستخباراتية والأمنية اللي أنت بتعرفهاش في أفغانستان وفي باكستان لا حصر له ولا عدد كتير، كل واحد بيت تقريب مختلف. يعني كان بيراقبنا في الشيشان 7 جهات داخل الدولة الروسية، وكل واحد فيهم ما بنسخش مع التانية. تيجي النهاردة مع الجهة دي، بكرة مع الجهة التانية، طب ما احنا كنا قاعدين مع دول ما نرجع بيهم، مع التالتة مع الرابعة مع الخامسة إلى آخر. فلابد كيف ان انا ابني ثقتي بالحكومه، والحكومه مش عدوتي. حتى ولو كان بعض القوانين تبان لنا انها صعبه او مجحفه، اقعد اعمل تحالف علشان اغير القانون ده. انا كده عشان ما اطولش عليكم هوقف. انا هوقف بقى عشان الوقت الساعه كان عندكم. ها لا خلاص هوقف عشان ايه، والا انا هقعدكم بكره وتكون كل حاجه موجوده على العموم. يلا جزاكم الله خير، انا بس هضطر ان انا اوقف علشان الوقت ان شاء الله، وفي الاسئله بقى والدكتور محمد الحديد معاكم ان شاء الله. شكرا دكتور هاني. هو لسه في غدا؟ في بس شغلات خفيفه يعني، مش تاني ما احنا اتفقنا تاني تاني تاني. دكتور محمد، كل الشكر لك وللدكتور هاني. انا طبعا عبد الكريم فرحات، رئيس قسم التنقل في المركز الوطني لإدارة الأزمات. بشكركم على هاي المحاضرة القيمة. لكن دكتور انا حاب ارجع، يعني هو العمل الانساني بتفرضه خلينا نقول الحالة الانسانية الحاصلة، بغض النظر شو الحالة الانسانية اللي ممكن تحصل، كان كوارث ولا ازمات ولا صراعات ولا حروب. فالعمل الانساني دائما يحتاج الى تشاركيه كامله ما بين خلينا نقول المؤسسات الدوليه، المؤسسات المحليه على المستوى المحلي والمؤسسات الدوليه على المستوى الدولي. نرجع بس دكتور لموضوع التحديات اللي بتواجه المؤسسات اللي بتشتغل في هذا الجانب، اللي هو خلينا نقول انت حكيت عن التحديات الداخليه. فمن ضمن التحديات اللي ممكن تواجه الدوله او المؤسسه، اللي هو عدم وجود رساله او رؤيه واضحه لهي المؤسسه. اذا ما في رساله وهنقول ورؤيه واضحه محدده لهي المؤسسه، راح تواجه صعوبات في تنفيذ عملها. واشكر دكتور. شكرا، جزاكم الله خير. تفضل دكتور. في حدا ثاني بحب عشان يجاوب الدكتور فورا؟ اوكي، يعني بس في كمان ثلاثه بسرعه الله يخليكم. تفضل دكتور. احنا كويس، سمعين سمعين. شعرت جدا بهذا اللقاء الكريم، وشكرا انت اصلا حقيقه على هذه الاستضافه لهذه القامه الوطنيه والدوليه والعربيه اللي نفتخر فيها بهذه القامات، ممثله بشخصك الكريم وبالدكتور هاني وامثالكم الكرام. حقيقه يعني هي فرصه جيده على اثاره عمليه الارهاب، فانتم اصلا يعني رسل
لكل الأمة العربية والإسلامية في هذه المنظومات الدولية على أن تكونوا فعلا تحت الحقيقة وتغيروا الصورة المشوهة عند هؤلاء الناس اللي قد يكون آسف بتعبير أنهم حاقدين قد يكون على الأمة الإسلامية والعربية. فبسوى أنه نعزز هذه القيم وفي هذه المحاضرات وتدعو إلى مؤتمرات ومنظمات دولية على أن يستمعوا إليكم وتعطوهم الفكرة الصحيحة عن إحنا. هم يعرفوا الصحيح حقيقة بأنفسهم ولكن يجيروها إلى مصالح شخصية لهم حتى يبقى أن لا يجمح الحصان، أن يبقى في مربطه حتى بالتالي يتوصلوا إلى أهدافهم الشخصية. كل الشكر دكتور على استضافتك إنا بهذه القامة الوطنية الحقيقة والدولية، وإلى المزيد إن شاء الله. وهو تفضل فيه، هو أكيد أنه إحنا نتعامل فيه مصروب عملنا في الجمعية الوطنية الهلال الأحمر الأردني كمنظمة إنسانية، ونتمنى التوفيق إن شاء الله وشكرا. شكرا يا عبد الله دكتور. اسماعيل عساف امين سر فرق الكرك. طبعا بشكر الاخوان القائمين على هذه المحاضره والدكتور هاني باسمي وباسم اخواني في الفرع اللي بنقل التحيات للجميع. حقيقه يعني المحاضره قيمه جدا. موضوع المتلازمات اللي تكلمت عنها قد تصاب فيها المؤسسات المجتمع المحلي ومنها مؤسسات العمل الاجتماعي لكن او الانساني، لكن حقيقه انه في مجتمعنا اعداد كبيره تعمل وتضحي من اجل العمل الانساني وهذا موجود، لكن احنا نصطدم انه المتلازمات هاي موجوده في المؤسسات الرسميه. المؤسسات الرسميه نفسها مصابه في هذه المتلازمات وهي عائق امام المجتمع، يعني مؤسسات المجتمع المحلي. و يعني انت بتعطي امثله يمكن يكون في الغرب لانه المؤسسات في حريه وفي عداله وفي كذا نوعا ما تستطيع ان تصل الى ما تريد وانت شفاف، لكن عندنا في مقوله يعني انه الانظمه اللي ما بتكون يعني شرعيتها قويه من المجتمع ما بتحب اي شيء يصل الى مستوى اعلى من مستوى معين هي تحدده. فبعض المؤسسات عندما تقوى تجد مقاومه لها بدون ما يكون عندها مشاكل داخليه، أو بعض الأشخاص يعني إحنا بجوز نقدر نعطي أمثلة الآن إنه في بعض الأشخاص بيصل إلى مستوى معين بعدين بيقولوا له وقف ما بصير تطلع أكثر من ذلك. وشكرا. شكرا إسماعيل. أوكي دكتور آخر المتحدثين ختام غمس تفضل يا دكتور. طبعا يعني ما فيش كلمات شكر تكفي على الدعوه الكريمه معالي الدكتور الحديث على الدعوه للمحاضره النهارده. وصلنا الدكتور هاني البنا شكرا جزيلا للمحاضرات القيمه. انا يمكن يعني حضرتك ذكرت حاجات كتيره قوي المتلازمات وحقيقي الكلام كله قيم، واحنا مؤمنين ان الجمعيات او مؤسسات المجتمع المدني هي انعكاس لمجتمعاتها وانعكاس لدولها، ويمكن كحركه صليب احمر وهلال الاحمر احنا بنسعد وبنفخر ان احنا عباره عن جمعيات وطنيه محليه بتجمع وبتعمل حركه دوليه قوامها سبع مبادئ اولها الحياديه والانسانيه والتطوعيه. يمكن استوقفني نقطه حضرتك ذكرتها الخاصه ببناء قدرات الجمعيات والمجتمع المدني، لان دايما بيبقى توجه المانحين ان هو يدعم دعم مباشر المتضررين من الكارثه او من الوضع الانساني في 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 وضع معين، وبيغفل بناء قدرات الجمعيه الوطنيه للهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي جمعيه انسانيه بتعمل في هذا المجال. وبالتالي ازاي كمنتديات او كشبكات دوليه او كمؤسسات لها تواجد دولي نقدر ان احنا ندعم فكره وجود مكون اساسي لبناء قدرات الجهات المحلية في أي عمل إنساني بنعمل فيه، وإيه دور تدريب الأقران والتعاون ما بين الجمعيات باختلاف توجهاتها في تحقيق هذا الهدف. لمحاضرة أخرى. نعم شكرا دكتور تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إجابة على سؤال حضرتك، في الدول اللي هي مساحة الحريات المدنية ضعيفة، أنا معايا واحد أنا أنصح بأننا نشجع كل المبادرات وما نكبرش، لما بتقدر بتصطدم زي ما انت قلت حضرتك، ونشجع كل الجمعيات المحلية اللي هي بتقوي النسيج المجتمعي من أسفل لأعلى. في الفترة
اللي انت بتقول عليها دي ان ما فيش حريات مدنيه في هذه الدول، لكي لا تصطدم بحكومه من هذه الحكومات، فنشتغل بطريقه اخرى، بطريقه اللي هي تشجيع الشباب باخذ اكبر عدد كافي من المبادرات وتحويلهم لجمعيات. ان شاء الله دي كلها جمعيات محليه تاخد 10 سنين 20 سنه مش مشكله، المجتمع مش هيروح، لكن هنحل بيها مشاكل. بالنسبه لكلمه حضرتك، هي سياسه صرف الاموال اثناء الكوارث لاكثر كميه من الاموال بتاتي من الحكومات للجمعيات والمؤسسات الامم المتحده اثناء الكوارث، فبتيجي مليارات. علينا تعديل سياسه انفاق اللي هو الهيومانيتيريان ريسبونس فند، الاستجابه الانسانيه اثناء الكوارث. بمعنى لغايه دلوقتي بعد 12 سنه في القضيه السوريه ما زالها 100% اكل شرب نايم لبس، كلام مرفوض، كلام احنا بنتكلم فيه يمكن من 2016. ازاي بقى فكرنا؟ عشان كده بقول يكون عندنا تعالفات وعندنا دراسات الى اخره. اول سنه 100% استجابه سريعه لان الناس خارجه مش عارفه رايحه فين. تاني سنه 70-30، 70% استجابة سريعة، 30% اللي حضرتك بتتكلم عنه. بعد ما تحول المشكلة في الأربع خمس سنين كده هو تبقى 50-50، وبعدين تبقى 70-30، يبقى 70 للتنمية المجتمعات و30 للعمل إيه الاستجابة السريعة أو العمل الإنساني. فلو إحنا ما قدرناش نطلع ورقة عمل نضغط بيها على الأمم المتحدة والمؤسسات المنحه اللي من 100% ل 70-30 ل 30-70، هنفضل ماشيين في نفس الدوامه دي. ودي سياسه كتير جدا من الحكومات تقول لك لا ما تصرفيش المال ده الا في الاكل والشرب فقط. لان في جزء من الحكومات مش عايزه المجتمعات تقف على رجليها. بغض النظر المجتمع السوري دلوقتي اللي موجود في الداخل بالذات، يعني كانت 10 مليون دلوقتي او 12 مليون نازح في الداخل السوري، اغلبهم عايشين على السله الغذائيه. خلاص حولنا مجتمع منتج، مجتمع مثقف، مجتمع متعلم الى مجتمع مستجدي. لان المؤسسات الصغيره زي حالاتنا وحالاتكم، مش الهلال الاحمر يعني، بتحاول تعمل النوع الثاني مش قادره، يعني مفيش ميزانيات كبيره جدا. فلذلك التحالف وبناء الشراكات وعمل الضغط وبناء المناصرة بالأبحاث والدراسات ممكن تغير سياسة 100% اللي بقى 12 سنة إلى 70-30 و30-70 فيما بعد. فلذلك نرجع للسؤال بتاع حضرتك والسؤال بتاع أخونا اللي كان من وزارة الشؤون الاجتماعية، لابد يحصل بيننا وبين بعض تحالفات بأوراق بحثية ودراسات معتمدة. ليه؟ لان احنا عندنا كل الداتا، كل الارقام الحقيقيه اللي تعتبر كنز. كل المؤسسات الدوليه ما عندهاش الارقام اللي عندك، وتجيلك عشان تاخد منك الارقام عشان تعمل ابحاث، واحنا عندنا الارقام ما بنحولهاش ايه لدراسات وابحاث. جزاكم الله خير. شكرا دكتور. بس سريع على ما تفضل به الدكتور ريهان، أود أن أذكر بمؤتمر قمة الإنسان الذي عقد في اسطنبول عام 2016. كان في هناك تعهد من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية بأن يخصص 25% من أي دعم لنشاطات إنسانية داخل أي بلد، يخصص لتمكين الكوادر المحلية ودعمها بشكل أفضل. لكن هذا لم يحدث، صح. اللي هو اللوكاليزيشن لم يحدث. ولكن ما اود انه اطلب من الاخوان والاخوات الموجودين ومنك دكتور غامي، لانه لك اتصالات كثيره، بان يكون هناك جهود مشتركه حتى نضغط على هذه المنظمات الدوليه والمانحه عن ان تلتزم بالتعهد الذي اخذته في اسطنبول عام 2016. ساعتها بيكون كل العمل الإنساني ممكن أنه يكون أفضل. في هناك موارد مالية متوفرة بتكون بشكل كبير حتى نستطيع القيام بعملنا بشكل أفضل. في نهاية هذه الجلسة الشيقة
أود أن أتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل والتقدير لأخي الدكتور هاني، جزاك الله كل خير، شكرا على تفضلك أول شيء بالقدوم إلى الهلال الأحمر الأردني وعرض جزء من خبرتك الطويلة لمدة 40 عام في العمل الإنساني، ونرجو أن تستمر لأربعين عام جديدة. بس أربعين كافي يا دكتور. سيدنا نوح عاش 950 سنة. طيب يا سيدي نوح، هاني نوح. تسمح لي بس أقدم لك درع تاني وليه بقى، ما احنا شكرا ونغدينا احنا خلاص. شكرا على ما قدمته، كل الشكر. جزاكم الله خير دكتور. هيك بدك بالنص يا دكتور، مشان بين العالمين هذول. على مندي مدينة في مصر. شكرا، جزاكم الله خير. بس كلكم الله يخليكم، شكرا للدكتور هاني، شكرا يا دكتور، كل المحبة والتقدير. تفضلوا على الغداء، غدا خفيف يعني، لا تعتذروا. تفضل دكتور. يلا بالسلامة إن شاء الله. يا الله الحمد لله. الله يعطيك العافيه. جميعا 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 جميعا. معك التليفون الثاني، الميكروفون الثاني ورد بند.